السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. بغيت نوجد معكم واحد الطاجين تاع الحوت. المهم كما كتشوفوا معايا هنايا راني وجدت المقادير كاملين، وجدت يعني كاع داكشي اللي غادي نحتاج. هنايا عندي الخضره، عندي هنا فلفله حمراء مقطعه دواور، عندي هنا فلفله خضراء، وهنا مطيشه حبه ديال مطيشه، وهنا عندي جوج حبات ديال البطاطس مقطعه هنا رقيقه، مقطعه كلشي رقيق. هنا واحد جوج حبات ديال الجزر مقطعه حتى هما رقاق. وعندي هنايا زيت البلديه، عندي واحد ربع كاس ديال زيت البلديه. عندي هنايا ملح وكمون غنديرهم من الفوق، ملح وكمون. عندي هنايا هادو العود ديال سميت ديال كرافس. وعندي هنايا الحامض مقطع دواور، عندي هنايا الحوت هاد البواجو، وعندي هنا الزيتون اللي غادي نضيفهم من الفوق. المهم نبداو على بركة الله. غادي نشد هاد العواد هادو، غادي نفرشهم في الطاجين ديالي. وعندي الطاجين هنا اللي غادي طبخ فيه، غادي نسدفهم هنايا. هادو البنات الا ما كانوش ديال الكرافس نتوما ضيفوا ديال المعدنوس والقزبر، حتى هما تغسلوهم وتحتفظوا بهم، وملي تستعملوا الحوت ضيفوهم بحال هكايا تعطي واحد النسمه زوينه، تعطي واحد النسمه زوينه للحوت. وغنستف البنات خيزو. المهم نتوما بالنسبه للحوت غتضيفوا اي حوت بغيتو، اي حوت عندكم. انا الحوت راه شرملته، دابا نقول لكم الشرموله اللي درت فيه. شرملته هادي من البارح بالليل، وما غاديش ندير هذوك ثلاثه د الحوتات راه كثير علينا. يعني نشوف ندير جوج ولا وحده، المهم على حساب الطاجين، داكشي اللي غادي ياخذ ليا الطاجين مع الطاجين اللي خديته البنات. كما تعرفوا انايا ما ساكناش هنايا، وجيت كاين واحد الطاجين قديم تاع ما بغيتش نستعمله، وليت خديت هاد الطاجين هذا صغير. المهم انا نسدف الخضره ديالي، غندوزو بطاطا، البطاطا حتى هي. المهم البنات انا قطعت الخضره رقيقه، الا قطعتوها غليظه غادي ديروا الخضره طيب واحد نص طيبه باش تضيفوا الحوت. كيما كتعرفوا الحوت طيب دغيا، انا راه قطعت الخضره رقيقه. الا بغيتو ديروه ديريكت غادي تقطعوا الخضره ديالكم رقيقه كامله. هذه راه كانت شويه فيها داك التخواخ من ديك البطاطا اللي تكون مخوخه، غنحيد ليها ديالها. المهم غنبقى نستف الخضره ديالي بحال هكا، نتوما غادي تقطعوها كيف ما بغيتو. انا قطعتها بهذا الشكل هذا طويل. المهم الطاجين راه عندي ما كبيرش صغير، ولكن قدنا يعني حنا ثلاثه الاشخاص بارك علينا. نتمنى يعجبكم الفيديو، الى عجبكم ما تنساونيش ملي لايك، والى عجبتكم القناه ما تنساوش تشتركوا فيها. المهم غادي نشوف شحال ندير هاد الحوت البنات، راني شرملته البارح بالليل. المهم درت فيه الحامض، هانتوما كيما تشوفوا معايا عصير الحامض والتحميره والكمون، ودرت ليه السودانيه شويه السودانيه، ودرت لي شويه كنجبير وشويه البزار شويه قليل ماشي بزاف، والملحه وقزبر ومعدنوس راني كارطهم. المهم غادي ناخذ نستف الحوت ديالي، غادي نشوف فوق نستعمل وحده كبيره. بسم الله.
مهم غادي نستفل في الفلال البنات ونضيف الفلال ديالو ونزوق بها. المهم على حسب الاختيار، بغيتو ديرو فلفله بوحدها فلفله خضراء، بغيتو ديرو فلفله حمراء وخضراء وصفراء، المهم نتوما على حسب اللي موجود عندكم في الدار. غندير درت هنا حبه ديال الطماطم البنات، ندير هنا هذه واقيلا نقطعها غليظه. هنا البنات قطعت هاد الطماطه جاتني غليظه، راني قطعتها عاوتاني قطعتها، تنضيفها من هنايا من الفوق وغنضيف اللحم ديالي هكا وغنضيف الزيتون. المهم الى عندكم الزيتون ديال الدار ديرو، انا هنايا ما عنديش، عندي هذا اللي عندي اللي هي في داري، يعني في ايطاليا كنت تعرفوا انا مسكنش هنا جايه عطله. المهم عندي هذا راني درته، نضيف التشيب دينات من هنا من فوق، غادي نجيب شي معلقه. غنضيف بها زيت الزيتون، بسم الله. المهم هنايا البنات عندي 4 كاس تاع زيت بلديه، بغيتو ديرو الروميه ولكن من الاحسن الحوت تيبغي الزيت البلدية. هنا غندير شوية الملحة من الفوق، هنا البنات غادي نضيف شوية الملحة من الفوق. المهم الملحة راه عندي في الحوت، غندير من الفوق على حساب هاد الحامض وهاد الخضرة هادي تبلح. وندير شويه الكمون، ماشي بزاف راه درتو في الحوت، غير شويه. اللي عنده عصات البنات يديرها، عصات سيناموسا انا راه ما عنديش، هي تجي زوينه في الحوت. صافي وغادي نسد عليه، غادي نسد عليه وندير فوق البوطه اللي يشعل ليا الفاخر راني تنشعل فيه، غادي نسد عليه ونديرو فوق البوطة. ندير فوق البوطة على ميشال ديال الفاخر وديك الساعة نردو فوق الفاخر. البنات هذا هو الطاجين ديالي من بعد ما كملتو، غادي نديرو فوق البوطة كيما قلت لكم على ميشال ديال الفاخر راني تنشعل فيه، درتو باقي ما مزهرش. هذا راه فيه الحديدة، اللي ما عندوش اللي عنده الطاجين ما فيهش الحديدة يدير لي شي حديده، يدير لي دوك الحديدات من التحت وينقاس عليه ويخليه يطيب على خاطرو، يعني هذا راه تيبغي يطيب على خاطرو واحد نص ساعه ولا حتى 40 دقيقه كاع. ونسدو عليه ونقصوه البوطه على مهلها، ما جهدوش باش ما يتحرقش لينا، يعني ملي تتحرق تيخسر كلشي. ونقص عليه ونديرو في البوطه لما ما يدير لي الفاخر ونردو الفاخر. البنات نسيتها، يعني راني ما ضفتش كاع نهائيا الماء، غادي نخلي يطيب في داك الماء ديالو، يعني في الماء ديالو غادي نضيف شويه من هذا، شويه من هاد الشرموله اللي انا نضيفها قدامكم. اما الماء ما غاديش نضيفو نهائيا، غنخلي الخضره تطلق الماء ديالها باش ما يجيش الحوت تيبغي، يعني تيبغي يجي طايب في داك ديالو، ملي تدير ليه الماء تيخسر تيمشي كاع داك المذاق ديالو. المهم كما كتشوفوا معايا انا كنضيف هاد الماء اللي بقى من الشرموله، حتى في الشرموله راني درت شويه د الماء، يعني ما كثرتش.
انضف عهد الماء هذا ها ما ادري شن نكتر ونخليه يطيب لحقاش غيطيب في مهل على مهله غادي يطلق يطلق الماء ديالو ما نحتاجش ندير الماء المهم هادي مقطعه بغيت نزيدها وصافي الطاجين ديالي طيب شوفوا معايا البنات ها هو الفخر ديالي راه شعل صافي غادي ندير عليه الطاجين راني دايره في البالكون غندير عليه الطاجين ونخليه طايب على مهله صافي وانا غنوريكم زبد هذا الفخر هذا بواحد المعلقه المهم كنحتاجهاش هادي عاد ديال سميتو غادي نوزعو على جناب وسميتو باش ما يبقاش في الوسط غادي نوزعو الجناب البنات كما كتشوفوا معايا هو الطاجين ديالي رديته فوق المجمر غادي نحاول ندرك ليه هاد سميتو كارتا فورنو شتي قولي ورق الطبخ المهم انا درت غنسد عليه بحال هكايا ها باش يطيب على خاطرو المهم نخليه يطيب على خاطرو ومن بعد نتلاقاو ونشوفو الشكل النهائي ديال الطاجين هذا كيف جانا المهم نخليه يطيب البنات على مهلو من الاحسن ديرو في الفخر في الحقيقه تيجي زوين احسن من البوطه واللي ما عندوش الفخر هذا اللي يعني يدير في البوطه يدير في البوطه المهم انا كنفضل الحاجه ديال الفخر مع البنات هذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما وجد راه هو طاب وناشف وانتم كما تشوفوا معايا يعني ما فيش الماء راه ناشف وريحته عاطيه تتشهي ورافقته بشلاضه عادي ديال الخيار ومطيشه والبصله والباربه صافي المهم هذا هو غدانا المتواضع نتمنى ان الفيديو يعجبكم الى عجبكم ما تنساونيش ملي لايك والى عجبتكم القناه ما تنساوش ديروا اشتراك وبسلام عليكم فيديو جديد ان شاء الله.